نشأة مصرية والانطلاقه اوروبيه دنماركيه، معاه عدد كبير من الالقاب، خلوني اقول مجموعه منهم: الدكتوراه الفخريه وسام فارس العلم الدنماركي، سفير العلاقات التاريخيه للشرق الاوسط، رئيس مجلس المستشارين في الاتحاد العالمي لرؤساء الجامعات رغم عدم حصوله الا على الثانويه العامه. ضيفنا النهارده الاستاذ عنان الجلالي، رئيس مجلس المستشارين بالاتحاد العالمي لرؤساء الجامعات. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، منورنا حضرتك طبعا. شكرا. اعتقد ان حديثنا عن الحاضر هو الاهم والمستقبل، ولكن انطلاقنا للحاضر والمستقبل لازم يكون مع البدايات، فتكلمني على البدايات، لان انت لما جيت قلت لك دكتور عنان قلت لي لا ما تقوليش دكتور، صح؟ قلت لي انا يكفيني كلمه استاذ، قلت لك انا هتبقى في مشكله لو انا قلت عديد من الالقاب والشهادات رغم عدم الحصول على الثانويه العامه، قلت لي انا فخور بده، فدي حاجه مهمه جدا ان كمان يلمسوها مشاهدينا النهارده من خلال اهل مصر على شاشه الفضائي المصري. انا حابب اقول حتى استاذ كبير عليا يا فندم، انا انسان عادي خالص، والحمد لله ان ربنا اعطاني بدايه طيبه، كافحت في حياتي، كسرت العنصرية، ده بعتبره أكبر انتصار، إن أنا كسرت العنصرية، كسرت مبادئ إن الإنسان لو كان ما حصلش على الشهادات أو ما حصلش على العلم إنه ممكن إن يكون جاهل، لا دي برضو كسرتها. كسرت مبادئ عدم احترام الأجنبي أو العربي أو المسلم أو أينما كان دينه في بلاد الغربة، انه اصبح له احترام وله مكانة وله مواقع ومراكز دولية. كل الكلام ده انا بعتبرها يعني الحمد لله ان ربنا مكنني من ان انا اعمل ذلك. عشان كده كلمة استاذ، انا انسان عادي خالص وماشي ولسه واكل فول وانا في الطريقة وانا في طريقي لهنا، وبحمد ربنا على كل شيء. بتيجي تزور مصر كتير؟ ايوه كتير طبعا، لان انا عملت شركات فندقيه في دوليه، و احنا بننمي حضرتك. اهم حاجه احنا بنقول زي ما ربنا اداني فرصه ان انا نميت نفسي، فانا بقول تنميه الانسان مهمه جدا، تعليم الانسان مهم جدا، احنا بننمي الموظفين العمال، بننمي فنادق، بننمي مدن، بننمي دول، لكن بتبدا بتنميه البشريه اللي هي تنميه الانسان. يعني حضرتك شايف ان احنا بنغفل التنميه البشريه او تنميه الانسان في حد ذاته؟ ده مهم جدا حضرتك، يعني انا احب اقول ان انا احنا كنا اول شركه مثلا استثمرت في شرم الشيخ كانت صحراء، كنا بنجيب فناطيس المياه وكانت الطياره تيجي مره كل يومين، وما كانش فيه كهرباء. الفيوم، مدينه زي الفيوم لسه عاملين فيها مشروع كبير سياحي في مدينه تفتقر الى الاستثمارات الفعليه، وده حديثا يعني رغم وجود العديد من المقاومات داخل هذه المدينه. ايضا موجود عديد من المقاومات حضرتك، لكن مفيش استثمارات فعليه، مفيش استغلال لهذه المقاومات، مفيش استغلال حضرتك. يعني احنا بنعمل عملنا مثلا صرح سياحي موجود هناك باستثمارات اجنبيه كلها، يعني كل الاستثمارات بتاعتنا بتيجي من بره 100% حضرتك. فهذه الاستثمارات حضرتك والتنميه حصلت بينما بره المنشاه السياحيه الحمار بيبقى ماشيين بالحمار كوسيله انتقال. انا فخور ان انا بعمل هذا الكلام. طيب استاذ علي، خليني اتكلم دلوقتي على الحاضر تحديدا. حضرتك تابعت ثوره 25 يناير، عدى عليها تقريبا سنتين، واعتقد في كثير من النقاط اللي احنا هنحب اننا نتوقف عندها، خصوصا مع الذكرى لثوره 25 يناير اللي هتبقى كمان كام يوم، ولكن خلونا مشاهدينا نتوقف مع عناوين الاخبار وهنرجع لكم مره ثانيه. عودة مشاهدينا مرة تانية، ومازال حديثنا مستمر. أستاذ عنان، حضرتك كنت متوقع ثورة 25 يناير؟ كنت متوقعها على مدى سنوات، وذلك أن أنا عاشرت حاجات كتير جدا استفزازية للشعب، استفزازية لأفراد الشعب، سواء المتعلمين أو العلماء أو العاملين في الدولة حتى.
من مستوى الوزير الى مستوى السفير الى مستوى المحافظ، استفزازيه للفقراء بمواقف عديده جدا. يعني كنت منتظر ان الثوره دي ان الثوره بالفعل تقوم اتيه، وان على راي احد زملائي المديرين كنت لما اتكلم معاها كانت تقول حقبه وهتزول، حقبه وهتزول. فده حضرتك كانت حقبه وزالت، فاتمنى ان احنا ننتظر او احنا نبدا ننظر للامام وننظر للمستقبل ولا ننظر الى الخلف. طيب في الجزئيه دي تحديدا لازم نقف عندها، حضرتك قلت لي ان الماضي احنا لازم يعني نتعلم من اخطائنا داخل اثناء الماضي ونبص لقدام، علشان طول ما احنا بنبص ورا طول ما احنا عمرنا ما نطلع لقدام. صح. حضرتك دلوقتي ان احنا قاعدين ننكش في الماضي، بنقسم الشعب الى اجزاء والى اقسام والى مختلف عقائد مختلفه، و يعني هذا الموضوع مصر صعب جدا. يعني انا شفت حضرتك حاجات كتير جدا في الدول الغربيه، مثلا المانيا، ايه اللي حصل في المانيا بعد الحرب العالميه الثانيه؟ نفس الشعب اللي كان بيحارب وكان منتمي الى نظام معين سواء كان عسكري او وزير، هو نفس الشعب اللي تتحد واصبح ان هو يبني المانيا. بنى المانيا. اليابان حصل فيها نفس الشيء، ان بعد الحرب العالميه الثانيه تكتفوا وما فيش حاجه اسمها نظام قديم ونظام حديث ونظام مستقبلي. انا ما بدافعش عن النظام القديم، بالعكس انا يعني انا كنت يقشعر بدني بما يحدث على ارض مصر وبما اشاهده في الشارع، لكن انا بقول ان في دول بنت مستقبلها بايد واحده وبهدف واحد، بهدف العمل والانتماء الى اماكن العمل، التطوير الانسان نفسه ووضع حد للمنازعات عن الماضي. تمام. طيب بما ان حضرتك مستثمر ودايما ليك صلات حتى مع وجودك خارج مصر، الا ان دايما بتحب انك تستثمر داخل مصر، بتحاول ان انت تعمل كثير من انواع التنميه ايضا على ارض الوطن. حضرتك شايف احنا دلوقتي في مرحله يمكن صعبه، دايما بنسمع معلومات كتير، اقتصادنا احنا على وشك الافلاس، لا احنا الدنيا ماشيه، طب الدولار طالع الدولار نازل، انت شايف ايه في المنظومه دي كلها واحنا حديثنا عن الاقتصاد تحديدا؟ هل مصر اقتصاديا اللي هي يعني على مدى عصور وعشرات السنين كانت منهوبه اقتصاديا، يعني منهوبه، هل مصر اقوى من دول اوروبيه على حافه الافلاس؟ هل مصر اقوى من بنك اوروبي؟ أنا حضرتك كان عندي اتصال مع أو اجتماع مع أحد رؤساء الأقسام في بنك أمريكي، هذا الرجل مش في البنك كله، ده جزء من البنك بتاعه اللي هو مش بتاعه، الجزء اللي هو بيعمل فيه بيدير 350 مليار دولار. هل مصر أقوى من البنوك دي اللي هي الآن في أزمة اقتصادية طاحنة؟ احنا مش اقوى منهم، والعكس، احنا ما عندناش بنيه اساسيه، احنا ما عندناش قوانين تحمي المستثمرين، احنا ما عندناش التنميه البشريه اللازمه، عندنا بطاله. فحضرتك انا شايف ان لما نقول لو مصر هتفلس بالحضارات اللي فيها، بالشعب اللي فيها، بالمستقبل الذي ينتظرها، يبقى متهيألي العالم كله لازم يفلس قبل مصر. ايه اللي ناقص مصر انت شايفه وانت خارج الصوره؟ ايه اللي ناقص مصر علشان يعني نخطو للامام، نخطو للمستقبل بخطه سليمه؟ انت قلت لي بنيه اساسيه مش موجوده. مفيش بنيه اساسيه حضرتك، احنا عندنا بعض مصانع كيماويات بتصرف الصرف الكيماوي في النيل. عندنا شعب حضرتك للاسف لا يملك كوب ماء نظيف او عدد كبير من عشرات الملايين، ما عندهمش كوبايه ميه نظيفه. حضرتك ازاي نبني صحه انسان ورغبه انسان بينما هو عايش ما فيش العداله الاجتماعيه ما بين المرتبات؟ في بعض ما زال الى الان بعض الناس في شركات خاصه او شركات عامه بيكسبوا عشرات الالاف في الشهر، بينما خريج نفس الجامعه ونفس المعهد الصناعي بيكسب 500 جنيه.
حضرتك ما فيش هذا الكلام، مش موجود في الخارج. بنقول اقصى مرتب في الدوله او اقصى مرتب مثلا في الشركات الخاصه بيكون مثلا ثلاث اضعاف، يعني لانهم بيشتروا نفس الخامات، بيشتروا نفس البنزين، بيروحوا بنفس المواصلات. فحضرتك الحياه تكلفه الحياه تقريبا هي هي، بس حضرتك احنا ناقصنا في الشعب المصري التزامه بالعمل. حضرتك احنا ما اتعلمناش على مدى عصور الشعب المصري والعامل المصري احترامه للعمل في حد ذاته، احترامه للعمل. حضرتك احنا ناخد تجربه زي ماليزيا، دوله اسلاميه، دوله بنت في 10 سنين. رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد سمعته بيقول ان هو اول ما بدا يبني ماليزيا اخذ خريجين الصناعات وخريجين المدارس الزراعيه وخريجين الجامعات وارسلهم الى اليابان لكي يتعلموا الالتزام بالعمل، وان مكان العمل ده في اليابان تقريبا مكان مقدس، حتى لو اديت الياباني اجازه بيخاف ان هو ياخد الاجازه احسن يستغنى عن عمله بعد ذلك. ده ينقصنا ايضا حضرتك الرساله الواضحه من السياسيين الموجودين ومن الحكومه الموجوده مهما كانت هذه الحكومه، السياسه التي تطمئن الشعب المصري، الشباب المصري، المستثمرين الاجانب، السياح الاجانب، جميع الفئات الموجوده، الدول الاجنبيه ايضا سواء عربيه او اجنبيه او افريقيه، الى اين تذهب مصر؟ احنا ما عندناش الرساله دي الى الان، العالم كله متخوف من مستقبل مصر واحنا ما بنديش سياسه رؤية او رساله واضحه تطمن هذا العالم. طب حضرتك يعني اصريت ان انت تشير لكلمه صناعي وفني، دايما التعليم الفني يمكن في كتير من كلامنا واحنا يمكن قبل ما نطلع على الهواء قلت لي ان التعليم الفني ده من اهم انواع التعليم اللي ممكن تبنى عليه الامم. حضرتك لو خلينا ناخد حضرتك الامثله اللي نجحت فعلا ووصل مستوى معيشه، احنا محتاجين ان احنا نرفع مستوى معيشه الشعب المصري، مستوى معيشه الشعب المصري مستوى يعني فقر مدقع موجود خارج المدن. حضرتك التعليم الفني احنا عندنا ملايين الاطباء العظام اللي يضاهوا الاطباء في الخارج، عندنا ملايين المهندسين الفكر والابداع، لكن ما عندناش حضرتك التعليم الفني. لما حضرتك احنا عندنا بتكلم دلوقتي في مبنى العظيم مبنى التلفزيون، انا متاكد ان احنا في اجهزه ما مش قادرين نعمل لها الصيانه على المستوى العالمي. المستشفيات ما عندناش ايوه بنقدر نصلحها لكن مش الصيانه. رغم وجود هذه الامكانيات، رغم وجود هذه الامكانيات، لان احنا اتجهنا للتعليم الجامعي اللي هو احد الاسس الرفاهيه، لكن التعليم الفني دول زي كوريا، زي اليابان، زي المانيا، زي الدول الاسكندنافيه اللي انا عايش في الدنمارك مثلا احد الدول الاسكندنافيه، اعتمدت على التنميه على التعليم الفني. السباك بيجي بيبقى خريج سباك هناك ويجي هنا خبير اجنبي يا فندم، خبير اجنبي، واحد كهربائي خبير اجنبي. الكهرباء هنا ممكن البعض يتعفف من هذه المهن. حضرتك دي المهن دي هي اللي بنت مستقبل الدول الاخرى ويجب ان احنا نهتم بيها. تمام. رساله سريعه حضرتك توجهها للشعب المصري في نهايه فقرتنا، وبنعتذر طبعا على ضيق الوقت بس اكيد هيبقى لنا لقاءات ثانيه. اتفضل يا فندم. رساله ان احنا صوره الشعب المصري وصوره الثوره اتشوهت وبتتشوه في نشرات الاخبار بتاعتنا كل يوم، ان الشعب المصري يجب ان هو يكون ايد واحده في سبيل ان احنا نبني دوله عصريه، ناخد نماذج عظيمه من النماذج الاخرى التي بنيت في الدول الاخرى، لا نشوه عقائدنا ولا نشوه ديننا مهما كان هذا الدين، لا نشوهه ولا نقصد تشويهه، لان احنا نحب ان العالم يحترم الديانات ودولة الحضارات بجميع الديانات التي عليها، ولا نشوه بالذات الدين الإسلامي لكي لا يكون في عناوين الصحف في أول الصحف في العالم، ولكن يجب أن نرسل الرسالات عن سماحة هذا الدين وعظمة هذا الدين وعظمة هذا الشعب الذي ولدت عليه على أرض الحضارات والديانات العالمية اللي كل العالم بينبهر بيها. شكرا جزيلا ونورتنا وشرفتنا استاذ عنان الجلالي رئيس مجلس المستشارين بالاتحاد العالمي لرؤساء الجامعات. نلقاك باذن الله في حلقه ثانيه على ارض مصر وفي اهل مصر على شاشه فضائيه مصريه.
شكرا جزيلا مشاهدينا، هتوقف معاكم فاصل قصير، هنرجع لكم مره ثانيه. والاقتصاد المصري الى اين مع زميل محمد الجندي.